في الاول غادي تقدم لينا راسك. واخا معك مهدي تاجر في كراج علال. غير تهضر لينا على هذه المكيفات الهوائيه خاصه مع موجات الحر، واش كاين اقبال عليها؟ وكما كتعرفي دابا راه تبارك الله الاقبال راه موجود على الفرفاره. دابا راه حتى شي حاجه ما بقات كتمشى من غير الفرفاره بالنسبه لهاد الحراره. وراك عارف كل وقت راه وقته، الصيف راه فرفاره، العيد الكبير راه الشوايه، كل وقت وقته. ويعني بالنسبه لكم واش كتبيعوا بالجمله ولا غير بالتقسيط؟ كنبيعوا بالجمله والتقسيط. بالجمله والتقسيط، ولكن اكثريه كنبيعوا بالتقسيط، اكثريه التقسيط. ودابا ملي الاقبال عليها واش تزاد في الثمن؟ تزاد، كلشي تزاد في الثمن. راه كما كتعرفي دابا راه ليسونس تزاد، المازوت تزاد، ترونسبور، الديوانه، كلشي مزود. راه فرفاره كنا راه كاين دابا فرفاره مزوده في 100 درهم بالنسبه لذاك العام، كاين اللي واصله تزاد في 150 درهم بالنسبه لذاك العام. شحال تقريبا الحد الادنى والحد الاقصى ديال الثمن ديالك؟ الحد الادنى غادي تكون 150 170 درهم، والاقصى راه الاقصى انا ما نكذبش عليك، الاقصى حيت الا دخلتي في الاقصى غتدخل في لاكليم، غتدخل في 5000 درهم، غتدخل في 6000 درهم. دونك الا بقينا غير في الفرفاره عاديه عندك حتى 850 900 درهم عادي. الا خدينا مكيف راه ارخص واحد راه 1500 درهم. وشفنا دابا كاميو كيشارجي بالجمله، يعني شنو هي المدن اللي كيمشيو فيها؟ تقريبا المدن الساحليه بحال مراكش بحال فاس، هادو هما المدن اللي كتمشى فيهم فرفار حيت ما عندهمش البحر، دونك كتكون الحراره زايده بحال بالنسبه لكازا الرباط هادشي اللي كاين. في هادشي ديال الكترونيك من 2016 وانا في هادشي الكترونيك وتعلمت تبارك الله، وهادشي ديال الكترونيك ما عمر كيموت، ديما كارو عليه كيبقى ديما مزيان، كيخدموا الناس مزيان، اي حاجه حطيتها في كارو عليه كتباع. هاد الايامات مع موجه الحراره واش كاين اقبال على المكيفات الهوائيه؟ لا دابا الحراره كاينه، ولكن كياخذوا الناس السلع تتباع للاجانب، وكاين اللي كياخذها التسقيط ولا الدرب السلطاني كياخذوا المدينه، وكنبيعوا يشتروا مزيان، ماشي شي حاجه باش تقول القضيه عيانه، راه ما القضيه ما عيانه ما والو، راه كتحرك القضيه. ويعني من الناس واش كاين كياخذوهم بالجمله، كاين اللي كياخذ بالجمله كيديه مثلا المدن اخرى؟ كاين كياخذوا بالجمله. دابا راه شفت كاميو دابا كيتحطشوا قداش، ها هو انفاس معنا هذوك كامل اللي دابا غيتباعوا جمله. دابا ملي بغينا ناخذوا شي حاجه قليله كيقول لك لا، حيت مبيوع تيبيعوا ثلاث سلعه بالتليفون، وكتباع الحاجه كتمشي لمزكان اكادير تارودان كتباع، ماشي شي حاجه اي حاجه حطيتها تما هنا في كراج علال كتباع. يعني كتمشي الاكثريه المدن اللي فيهم درجه الحراره مرتفعه بزاف. البلايص اللي ما عندهمش السلعه كيصيفطوها لهم من هنا ديريكت، حيت دابا كراج علال كاين موجوده السلعه، داكشي علاش كيصيفطوها للجنوب. ويعني بالنسبه لهاد المروحيات او الفرفارات كما كتقولوا لهم، اشنو هما اللي مشين مزيان؟ وبالنسبه دابا الوقت الفرفاره، دابا حنا كنخدموا في الفرفاره، ملي كتفوت الفرفاره عاوتاني كنخدموا في، ملي كنجيو دابا وقت رمضان وداكشي كنخدموا في الفران ديال الضو الفورنوات، وكنخدموا ماشي شي حاجه، ماشي كنريحوا كنخدموا مزيان، ماشي هادشي اللي كاين. دابا قول لينا شنو اللي عليه الاقبال، واش هاد المروحيه العاديه ولا دوك اللي كيتلصقوا في الحيط؟ هذيك اللي كتلصقوا في الحيط شويه قليله ما كتباعش بزاف، ولكن هذه اللي كتباع بالتيليكوموند اللي كتعلقها انفاس معاك كتعلق مزيانه، هذه بخيره. وكاين هذاك اللي التيليكوموند تاعي كتوقف هذيك هي مزيان، وكاين هذه عاوتاني ديال الانوكس هاي اللي هي مزيانه، كلهم تيتباعوا. الا هذاك ديال السقف هي اللي قليله شويه، كنجيبوها كنجيبوها 40 كرتونه 30 كرتونه ما كتباعش لينا بزاف، حيت ثلاثه الكليمه اللي كتكون لتحت هادشي اللي كاين. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.